موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين ومن كتاب الفضائل، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: كتاب الفضائل، قال: باب فضل قراءة القرآن. كتاب الفضائل، يعني بهذا الكتاب أنه سيتحدث عن بعض الفضائل، يعني كالقرآن وما تعلق به من فضائل، الصلاة، الصدقة ونحو ذلك. ولذلك بدأ وقال: باب فضل قراءة القرآن، يعني الفضائل القادمة كلها ستكون عن القرآن، فضل قراءة القرآن، فضل استحباب تحسين الصوت بالقرآن، فضل الحث على سور وآيات مخصوصة من القرآن، وهكذا. فبدأ بباب فضل قراءة القرآن، وأورد فيه الإمام رحمه الله تعالى نحو يعني 10 أحاديث أو أكثر. ولذلك يعني إن تيسر يعني تناولناها كلها، وإن يعني لم يتيسر الوقت سنجزئها على مرتين إن شاء الله تعالى. قال: باب فضل قراءة القرآن. وبدأ بفضل القرآن أو بالفضائل، بدأ بالقرآن يعني قبل الصدقة، قبل الصلاة نحو ذلك، لأن القرآن هو عمدة كل ما سيأتي، وذلك لأن الصلاة ما شرعت إلا بالقرآن، والصدقة ما شرعت إلا بالقرآن، فالقرآن هو الوحي المنزل من الله عز وجل. هذا الوحي المنزل المبدوء بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، له من الخصائص وله من الميزات ما ليس لغيره، فهو المعجزة الأعظم، يعني معجزة الله الأعظم في هذه الحياة الدنيا. فالأنبياء أوتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتوا من المعجزات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم فضل عليهم بأعظم معجزة، وهي معجزة القرآن ونزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب العظيم المعجز له فضائل وله آداب عند التعامل معه، وفيه ما فيه من الخصائص ونحو ذلك. ولذلك يبدأ ويقول: باب فضل قراءة القرآن، أي فضل من يقرأ القرآن، وما الأجر والثواب الذي يعود على قارئ القرآن. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال: رواه مسلم. فهذا الحديث الأول فيه الحض على قراءة القرآن والإكثار من القراءة، يعني اقرأوا القرآن، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك فيه إثبات شفاعة القرآن لأهله في الدنيا، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لأصحابه، اللي كان بيهجر القرآن لا يشفع له القرآن، أما الذين يشفع لهم القرآن هم الذين صاحبوه وصحبوه وعاشوا معه، فيشفع لهم القرآن يوم القيامة. إذن فالحديث الأول فيه حض على القراءة، وفيه كذلك بيان فضل ذلك بأن القرآن يأتي يوم القيامة يشفع لأصحابه. ثم قال: وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. قال: رواه مسلم. قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن
وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يعني هيؤتى بالقرآن ويؤتى بأهل القرآن. والمقصود هنا بالقرآن يؤتى بالقرآن الذي هو يعني جاء للناس جميعا، وليس المقصود به قرآن الإنسان نفسه كما سيأتي في بعض الأحاديث. يقول وأهله الذي كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يعني لأن هذه الصور هي أطول سور القرآن، أو يعني أطول سورة في القرآن البقرة. وهذه السور الطوال تقدم القرآن لعظمها ومكانتها ولفضلها، وهذا الحديث يدل على ذلك. قال تحاجاني عن صاحبهما. تحاجاني عن صاحبهما يعني الذي صاحبهما، والمقصود هنا الحافظ لهما الذي كان يحفظ البقرة وآل عمران. فالذي كان يحفظ البقرة وآل عمران في الدنيا تأتيان يوم القيامة تحاجان عنه. الله عز وجل قادر على أن يجعل قراءة الإنسان شيئا محسوسا، يتكلم وله لسان فتتكلم يعني هذه الصور وتحاج عن صاحبها، تقول يا رب هذا كان يقرأني، هذا كان يداوم على قراءتي، هذا كان يحفظني، وعليه تشفع له هذه الصور. وما أحوج الإنسان في الموقف العصيب في كل زمان وفي كل حال إلى شفاعة من يرفع عنه هذا الموقف العصيب، هذا في الدنيا. فكيف إذا كان يوم القيامة أشد المواقف ويعني أحرج الأحوال تكون يوم القيامة، فتأتي هذه الصور تشفع عن حافظها يوم القيامة. فهذا الحديث فيه ابتداء ثبوت الشفاعة للعاملين بالقرآن، ثبوت الشفاعة للعاملين بالقرآن إذ تنفعه سور القرآن التي كان يعمل بها ويحفظها. وهذا الحديث أيضا فيه فضل تلاوة وحفظ سورة البقرة وآل عمران. بعض العلماء يعني وسع وقال أن المقصود هنا بصاحبهما اللي كان بيقرأهم حتى لو كانش حافظ، لكنه كان بيقرأ هذه السور ويداوم على قراءتها، ولذلك صار صاحبا لها فتشفع له هذه السور يوم القيامة. وفيه فائدة تتعلق بعلوم القرآن، وهي أن تسمية السور في القرآن توقيفية، أن تسمية السور في القرآن توقيفية. ولذلك العلماء منهم من يقول أن السور كلها توقيفية في تسميتها، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها وبأسمائها، يعني هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم هذه اسمها سورة البقرة، وهذه اسمها سورة آل عمران، وهذه اسمها سورة كذا، بخلاف ما قال بعض العلماء أنه التسمية في تسمية السور جاءت بعد ذلك باجتهاد من الصحابة، أو بعضها جاء باجتهاد من الصحابة، هم سموا السورة دي كذا وسموا السورة دي كذا ونحو ذلك. يعني على سبيل المثال مثلا الأنفال والتوبة، فالبعض العلماء يتكلم في أن هم كانوا يعني عند بعض الصحابة كالسورة الواحدة، لكن الأقرب أن التسمية هذه موقوفة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رواه البخاري. خيركم يعني أحسنهم من تعلم القرآن وعلم القرآن، هذا أحسن المسلمين. قال يعني هذا الحديث فيه الحض على تعليم القرآن وتعلم القرآن وتعليمه، الحديث ذا يحض المسلم على أنه يتعلم القرآن، بل ولا يكتفي بتعلمه بل ويعلمه. خيركم من تعلم القرآن،
وعلمه. وأيضا فيه فضل من تعلم وعلم عموما، سواء القرآن أو عموم العلم، فضل من تعلم وعلم، خيركم من تعلم القرآن، لأنه لما تعلم الخير العظيم هو القرآن علمه. كذلك سائر العلوم التي فيها نفع للناس، فخير الناس من يتعلم ويعلم. أي نعم. وهذا أيضا الحديث فيه ضرورة أخذ القرآن، أو فيه إشارة إلى ضرورة أخذ القرآن من معلم، فيه إشارة إلى ضرورة أخذ القرآن من معلم، لأنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيعني هذا فيه إشارة إلى أنه يتعلم القرآن، وفيه إشارة أيضا إلى التعليم، فضرورة أخذ القرآن عن معلم. وعادة الذي يأخذ القرآن عن غير معلم يحفظه يعني خطأ، ويقع في أخطاء كثيرة جدا. ولذلك يعني لابد من تعلم القرآن على يد معلم. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الذي يقرأ القرآن هو ماهر به، يعني يجوده ويقرأه قراءة صحيحة، مع السفرة الكرام البررة. السفرة الملائكة، كما قال الله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، والبررة هم المطيعون. فالملائكة هم رسل الله، سفرة مطيعون لأمر الله عز وجل. فالذي يقرأ القرآن رفيق الملائكة، رفيق الملائكة، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به رفيق الملائكة، لأن الملائكة كلهم بيقرأوا القرآن على أجود ما يكون. فالمجود للقرآن هو زميل الملائكة في ذلك، إن صح التعبير شبيه الملائكة في ذلك، إن هم مجودين للقرآن وهو مجود للقرآن، مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. في بعض الأحاديث قال أجر القراءة وأجر التعتع. أجر القراءة لأنه بيأخذ أجر على قراءة القرآن، وأجر التعتع لأنه هو لم يستسلم، كما يفعل بعض الناس يقول أنا لا أحسن القراءة فلا يقرأ القرآن. لا، وبعضهم أحيانا لا يتعلم القرآن، يقول أنا لا أحسن القراءة، أنا ضعيف في القراءة والكتاب فلا يتعلم القرآن. لا، يعني يحضرني أنه يعني أحد العلماء ذكر مثالا لكني نسيت الاسم بس فقط، والصورة دي كثيرة طبعا في السلف وغيرهم، لكن أنا بستحضر صورة يعني معاصرة أحد شيوخ الأزهر، بس أنا في الحقيقة يعني لا يحضرني اسمه الآن. أحد شيوخ الأزهر هذا سمع وهو في بلده، من بلاد الصعيد، سمع في بلد في بلده عن الأزهر، وإن الأزهر في تعليم الدين وكذا. كم كان عمره في هذا الوقت؟ كان عمره 55 سنة. ولما سمعها بالخطأ، سمع الكلمة بالخطأ، سمعها الأزعر، فهم هذا الشيخ إلى أن يتعلم في الأزهر، ورحل من بلده إحدى بلاد الصعيد إلى مصر القاهرة، وجعل يسأل عن الأزهر، يحكي ويقول فكنت أقول للناس أنا عايز أروح الأزعر، فكان الناس يضحكون، حتى دله إنسان وقال له لا اسمه الأزهر، ودله على المكان. فدخل الأزهر وتعلم من بداية العلم، وجلس يتعلم حتى صار شيخ الأزهر. متوا عنده 85 سنة أو 95 سنة، لا أذكر يعني، مات هو شيخا للأزهر، وهو اللي جه أصلا ما يعرفش أي شيء خالص. فالإنسان ما يستسلم، بل عليه أن
يطلب العلم ان شاء الله، حتى لو هو هيقولوا انت داخل القبر كمان لحظه، يطلب العلم ولو لاخر لحظه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لو ان الساعه قامت وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. اي نعم. ثم قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة اللي هي إحنا بنسميها التفاح، قال ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن الذي يقرأ القرآن ريحها طيب اللي هو ظاهرها، وطعمها طيب اللي هو باطنها. ولذلك هذا مثال المؤمن الذي يقرأ القرآن، باطنه طيب وظاهره طيب، باطنه الإيمان وظاهره قراءة القرآن، أثرها ظهر عليه، الناس يرونه مسلما مؤمنا ويقرأ القرآن، ريحه طيب ظاهره طيب وباطنه طيب كالأترجة. نعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. التمرة طعمها حلو لكن ما لهاش ريح، يعني لو في تمرة قاعدة جنبك وانت ما تعرفش محطوطة جنبك ما تحسش بيها، لكن لو في تفاحة ترجة تحس بيها. ليه؟ لأن أثرها الظاهر بيظهر. المؤمن اللي بيقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو حلو لكن ما فيش أثر ظاهرة له، ولذلك عامل زي التمرة. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، نعوذ بالله، كمثل الريحانة. مع أن البعض يتصور يقول إيه ده الريحانة دي حاجة جميلة، أيوة بس هي والعياذ بالله لو ذقتها مرة، والعياذ بالله، ريحتها الظاهرة حلوة لكن لو حطيتها في فمك مرة والعياذ بالله. وده مثل المنافق، ظاهره حلو ما عشان بيقرأ قرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، هل هو في منافقين بيقرأ القرآن؟ طبعا بيقرأ القرآن عشان هو عايز بيه دنيا والعياذ بالله، لكن هو من باطنه والعياذ بالله هو لا يعمل بهذا القرآن، لا يقبل هذا القرآن، لا يعني ينصر هذا القرآن، فمنافق والعياذ بالله. باطنه من داخله مر زي الريحانة، حتة حلوة في ظاهرها لكن تذوقها مرة والعياذ بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، ده طين بقى من ناحيتين، مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. الحنظلة نبات معروف بينبت في الصحراء عادة، ليس لها ريح وطعمها مر. الريحانة كانت لها ريحة بس طعمها مر، لا ده لا ريحة ولا طعم، منافق ما بيقرأش القرآن حتى في الظاهر، فوالعياذ بالله عامل زي والعياذ بالله الحنظلة، مرة من جوة وملهاش ريحة والعياذ بالله. ولذلك هنا نجد لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال خص يعني المؤمن ب يعني أو خص صفة الإيمان بالطعم، خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح. في الحديث كله عموما خص صفة الإيمان بالطعم، تلاحظ كده مثلا في الأترجة طعمها حلو، في التمرة طعمها حلو، في المنافق الطعم في الاثنين مر، المؤمن في الحالتين الطعم حلو والمنافق في الحالتين الطعم مر. الطعم ده اللي هو الإيمان، المؤمن اللي بيقرأ القرآن والمؤمن اللي مش بيقرأ القرآن، بس الاثنين مؤمنين طعمهم حلو. الفرق بينهم اللي بيقرأ قرآن ريحته طالعة أثره باين، التاني أثره مش باين بس الاثنين طعمهم حلو، الإيمان والطعم برضو بالنسبة للمنافق والعياذ بالله الاثنين طعمهم مر. فهنا لطيفة نجد انه خص صفة الإيمان بالإيش؟ بالطعم، وخص صفة التلاوة تلاوة القرآن بالإيه؟ بالريح، الريحة الأثر يعني الظاهر.
عشان كده نجد المؤمنين بقى هنجد الريح ظاهر في حق مين؟ المؤمن اللي بيقرأ. والمنافق الريح ظاهر في حق مين؟ المنافق اللي بيقرأ. فضرب المثل بالنسبة للإيمان بالطعم، وبالنسبة للأثر الظاهر بالريح. طب ليه بقى يعني لماذا هذا المثال هكذا؟ العلماء يقولون لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن. يعني إيه؟ ممكن المؤمن يكون ما بيقرأش قرآن، جاهل مثلا قراءة وكتابة، هو كسلان نحو ذلك ما بيقرأش قرآن، لكن في وصف لازم له ما بيفكش عنه أبدا، ما هو؟ وصف الإيمان، إنه مؤمن. إنما وصف القرآن وقراءة القرآن ممكن يبقى موجود ومش موجود، ممكن يبقى موجود ومش موجود. علشان كده الطعم أهم ولا الريحة؟ الطعم أهم، الطعم أهم من الريحة، والاثنين طبعا في المثال مهمين، لكن إن عملنا مقارنة الطعم أهم طبعا. وإلا طب المنافق في له ريحة في صورة من الصورتين بس مش هتنفعه، لكن المؤمن حتى لو مالوش ريحة ليه أثر القرآن هينفعه الإيه؟ الإيمان، الإيمان هينفعه يوم القيامة. وأيضا في اللطيفة أيضا هذه إن خصت الأترجة بالتمثيل دون سائر الفواكه. يعني المؤمن اللي بيقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم نقاله حاجة من الفواكه جميلة جدا دون الفواكه كلها. لماذا؟ لأن الفاكهة دي تكاد تكون متفردة بالخاصية دي اللي هي طعمها حلو وريحها حلو، يعني ليها أثر باطن وليها أثر ظاهر، أو باطنها حلو وظاهرها حلو. يعني ممكن مثلا الفواكه التانية غالبا يعني ما بتظهرش فيها قوي المسألة دي، بتظهرش فيها قوي، لكن أبرز من يظهر في ذلك الأترجة. أي نعم. وكذلك الأترجة فيها منافع كما يقول العلماء، الأترجة فيها منافع. يعني إيه؟ إن طعمها حلو وريحها حلو، البذور بتاعتها الداخلية بينتفع بيها، زيت التفاح بيستخرج من هذه البذور التي هي بذور هذه الثمرة. وهذا الحديث فيه بيان فضيلة حامل القرآن العامل به، وفيه أيضا أن أهل النفاق لا ينتفعون بالقرآن وإن قرأوا بوح، فإن القرآن لا ينفعهم والعياذ بالله. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.